السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كل شي بخير، كل شي مزيان. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم مع عالم فوفي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد جوج وصفات، واحد سكراب خطير خطير، كيخلي الوجه كيف حال لي بيبي ناعم ناعم بزاف لواحد الدرجه. تجربوه ان شاء الله وانتم غادي تشوفوا راسكم، وكيفتح الا تابعت عليه كيفتح اللون. والوصفه الثانيه اللي هي عباره على ماسك، حتى هو كيبيض لتفتيح اللون والمحاربه التجاعيد، ما كيخليش التجاعيد، اللي عنده شي تجاعيد باقي ماشي عميقه كيحيدها، ولا داومتي عليه قبل فما ما تيخليش التجاعيد شويه وكيفتح. نتمنى انكم تجربوا الوصفات فان شاء الله ما غاديش تستغناو عليهم. والوصفه الاولى عندنا سكراب الاول، كنحتاجو معلقة ديال الخزامة، ومعلقة ديال الحليب بودرة، ومعلقة ديال الياغورت طبيعي دانون مسوس. وقبل ما تاخدوا قبل ما نبداو الوصفة، كناخدو واحد البانيو او اناء او اللي كان عندنا، كناخدو كنديرو فيه الماء طايب، وكنديرو فيه النعناع او اي حاجة عندكم في الدار، خزامة، نعناع، البابونج، المهم اي حاجة فحال هكا. وكيكون غالي كيغلى مزيان، كدير واحد الفوطة على وجهك وكتخليه يتصاوب مزيان، كيطلع البخار مزيان في الوجه. ومن بعد حد كنديرو هاد السكراب، هذا كنحتاجو قلنا معلقة ديال الخزامة والياغورت، وهذا هو السكراب ديالنا، خلطناه يكون بحال هكا. كناخذوه من بعد ما درنا الوجه على البخار، وهادي كناخذوه كنديروه بحال هكا. كنبقاو نقوميوه بحال هكا، نحكوه مزيان، ما تخافوش منه يا البنات لان الخزامه مطحونه مزيان، فما تخافوش منه. كنبقاو نحكوه هكا مزيان مده 10 دقائق، مده 10 دقائق البنات. هذا السكراب هذا راه صالح للجسم كامل، اليدين، الرجلين، الجسم كامل. الا كنتو غدوشوا ولا غادي للحمام ديوه معاكم، وحتى تساليو وديروه ديروه، راه كيخلي الجسم ناعم ناعم ناعم، وتا الريحه ديالو لان الخدمه كتبقى واحد الريحه زعما زوينه رائعه. وكنبقاو هكا 10 دقائق ونتلاقاو من بعد ما نغسلو باش ندوزو للوصفه الثانيه ان شاء الله. بعد ما دازت 10 دقائق غسلت يدي، شوفوا كي لا تقدروا تشوفوا كتخلي اللون فاتح، وما تخيلوش يا البنات على واحد النعومه، واحد النعومه فحال ديال البيبي، اللحم تيبقى رطب 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 بزاف. وبلا ما نطول عليكم ندوزو الماسك الثاني اللي هو مباشره كديروه مورا هذا، وممكن تكتفوا بالاخر راه مزيان حتى هو، ولا ممكن ديروا بهذا. البنات الاولاني السكراب يكون غير مره في الاسبوع، هذا الماسك حتى هو مره في الاسبوع حتى لجوج المرات في الاسبوع. كنحتاجو فيه معلقه ديال الياغورت طبيعي او دانون مسوس، معلقه ديال الحليب بودره حليب نيدو، ومعلقه ديال الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي من الاحسن انكم تمشيو وتاخذوه من عند العطار ويطحنوا لكم قدامكم وتاخذوه، ماشي اللي كنطيبوا فيه اللي تيكون مقلي في الزيت ومطحون، هذه على الطريقه البلديه هذاك لا. كناخذوه خذوا ربعه ولا خذوا شحال ما خديتو وقول ليه يطحنوا لكم قدامكم وخذوه، ديروه بحال كي دايره انا، واحد القريعه دايره خاصه غير لي ماسك. وكنحتاجوا العسل الحر الى عندكم، من الاحسن يكون حر، هو كنحتاجو فيه معلقه صغيره، والزعفران الحر شويه ديال الزعفران الحر هكا.
هاد الماسك راه الا داومتو عليه خطير خطير خطير. زوين كيفتح اللون وكيمنع التجاعيد، كيساعد على التجاعيد انها ما كتظهرش. اما هو راه كنوصل لواحد اللاج، وهادي ضروري الانسان انه ما كيجيوه التجاعيد في واحد اللاج، ولكن الا كنا معتنين بالبشره ديالنا وهادي تتكون احسن، وكيتكون غير كيتاخروا. المهم اننا نعتنيو دائما بالبشره، البشره ديالنا الاعتناء مزيان. ونخلطوه ونرجع معكم. اول ماسك ديالنا خلطناه تيولي بحال هكا، خلطوه مزيان بسم الله. كنديروه على وجهنا والرقبه ديالنا ويدينا ورجلينا، وكنخليوه من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه حتى كينشف مزيان. كنفزقوا وجهنا بالماء وكنبداو نحيدوه. ملي كنساليو يا البنات، هذا راه كيخلي واحد شويه اللون صفر. كناخذوا الخرقه ديال الصابون او اللي عنده الكيس رطب ديال الوجه بحال الخرقه ديال الصابون، يعني ماشي ديال الحكان ديال الوجه. كتاخذيه كديري الصابون مع الصابون وكتحكي وجهك وكيخرج مزيان. او الا كنتي غتدخلي الدوشي حتى هو كديري ودخلي الدوشي الدوش ديالك عادي، وما كيبقاش اللون نهائيا. وكي يعطيك واحد مع هذا في الصراحه، مع الماسك الاخر في الصراحه راه رائع 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 جدا. كنتمنوا تجربوه، غتجربوه ان شاء الله ما تستغناوش عليه وانتم غتحكموا راسكم. نشوف ونغسل ان شاء الله ونرجع معكم. واو الماسك ديالي نشوف وغسلت يدي، هانتوما كي كتشوفوا راه ما كيبقاش اللون. وفاش كنسيريو الماسك ديالنا كناخذوا الكريم ديالنا اليومي او الليلي على حسب وقتاش درناه، او كناخذوا زيت اللوز او كناخذوا زيت العنب، حتى هي راه زوينه للبشره مزيانه. كنستعملها انا على يدي على وجهي على البشره ديالي مزيانه بصراحه. كناخذوا شويه وكندهنوا به وجهنا يدينا بحال هكا. ونتمنى يا البنات ان شاء الله يعجبكم الماسك، وجربوا راه ما غتندموش، وردوا عليا الخبر، جربوا وردوا عليا الخبر ان شاء الله. نتمنى منكم لي كومونتير وتعليقاتكم، ونشوف ان شاء الله انكم تجربوه يا ربي. والسلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. سلام.